نعم، هي معلومات صحيحة وأخبار دقيقة حسن، خاصة وأن التصريحات تأتي على لسان القادة. على سبيل المثال رئيس الوزراء البولندي قال إنه كيف للاتحاد الأوروبي أن يفرض حزمة تاسعة من العقوبات في الوقت الذي يريد أن يزيل أسماء بعض الأثرياء الروس من العقوبات السابقة، من الحزم الثمانية السابقة. طالب بأن يكون هنالك إحكام لتطبيق هذه العقوبات الحزم السابقة، بالإضافة إلى محاولة تجاوز الأخطاء التي وجدت فيها بدلا من إزالة هذه الأسماء. وأيضا هنالك اعتراض من قبل بولندا، وهذا أيضا تصريح لرئيس الوزراء بأنه لا يريد أن يكون هنالك تسهيل لوصول الأسمدة الروسية التي ستصدر بالتالي إلى دول أخرى، وبالتالي تكون دول الاتحاد الأوروبي تساعد بشكل غير مباشر روسيا على الحصول على الأموال من جديد. فيما يخص ملف الطاقة، حتى الآن كان هنالك تصريحات ربما نوعا ما تكون متفائلة لماكرون بأن الوزراء الآن وزراء الطاقة سيعملون على التفاصيل النهائية بخصوص أزمة الطاقة، بخصوص تسقيف أسعار الغاز، ولكن هذا الملف بحسب قوله سيعاد مناقشته يوم الاثنين 19 في اجتماع وزراء الطاقة. ولكن هنالك أيضا أزمة ظهرت مؤخرا بين الدول الأوروبية، هي أزمة المساعدات مع الولايات المتحدة، عندما كان هنالك ضخ أو محاولة من الولايات المتحدة 400 مليار دولار عمليا ضخها في الأسواق لدعم الاقتصاد الأمريكي لخفض التضخم. هنالك كانت اعتراضات أوروبية في هذا المجال، محاولات من الاتحاد الأوروبي التواصل مع واشنطن في محاولة للتوصل إلى حل، بذريعة أن هكذا خطوة قد تؤدي إلى ضرر في سوق المنافسة خاصة أمام الشركات الأوروبية. الآن هذا الملف نفسه حسن، الذي هو بالأساس ملف خلافي مع الولايات المتحدة، تحول إلى ملف خلافي داخلي بين دول الاتحاد الأوروبي. المفوضية الأوروبية، الدول الأوروبية بالمجمل تريد أن تجري ذات الخطوة أو أن تقوم بذات الخطوة إلى الأمام وأن تدعم شركاتها، ولكن المفوضية الأوروبية ودول أخرى كفرنسا تريد أن يكون هنالك صندوق سيادي يوزع الأموال من قبل المفوضية الأوروبية بالتساوي أو بحسب وضع كل دولة، وبالتالي يكون هنالك دعم لاقتصاد كل دولة بشكل مباشر من قبل المفوضية الأوروبية. بينما تريد ألمانيا أن يكون هنالك تخفيف للقواعد، قواعد تمويل الدولة للشركات والمصانع، وبالتالي كل دولة بحسب قدرتها تمول المصانع أو الشركات فيها. بالتالي ألمانيا أو الدول الكبرى سيكون لشركاتها الحصة الأكبر من الدعم، وبالتالي أيضا سيكون لها حصة الأسد في الأسواق، في السوق الموحد الأوروبية، وحتى في المنافسة الخارجية، وهو ما لا تريده الكثير من الدول. المفوضية الأوروبية بطبيعة الحال بما أنه مقترح أوروبي، مقترح إحدى الدول الأوروبية، طرحته على الطاولة أمام الزعماء، علما بأن المفوضية بذاتها تريد أن يكون هنالك صندوق سيادي، صندوق واحد توجه من خلاله المفوضية الأوروبية المساعدات للشركات والاقتصادات الدول بشكل مباشر حسن. نعم، شكرا جزيلا لك، سلام كيالي مراسل الغد، كنت معنا من بروكسل.